لا دير واحد الفاتحة لسيدنا يلا تصور انت دير الله يسرق امين من الله يسرق يا ربي امين يا ربي يحفظه يحفظ ليه الشعب ديالو ما يجعل ربي يحفظه ما يجعل ربي يحفظه ان شاء الله يمشي في النجاب يمشي في النجاب هو وليداته سيدنا سيدنا الصغير ما يعطيه العز ما يعاونهم ما يسخريهم هاي مناسبات عيد العرس ان شاء الله ما عيد العرس ولا عيد العرس الله ان شاء الله يا رب الله يعطيه خير ويسهل يسهل عليه سيدي ربي امين امين الحمد لله الكرام من خيمة عين عتيق العربي بوهنين احد اعيان عين عتيق وصخرة تمارة الصربة ديالو حصدت القاب إقليمية وجهوية ووطنية. نعم سيد الرئيس في صنف الكبار وصنف الشباب تم إحراز ذهبية واحتلال مرتبة متقدمة التي شرفت إقليم صخرة تمارة في التبوريضة الفروسية التقليدية. بمناسبة عيد العرش اليوم نتواجد بتراب جماعة مرس الخير حيث تنظم هذا المهرجان وأنت ترعى فرسان المنطقة فهل من كلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم كنشكركم كصحافة كتواكبونا في جميع المناسبات بما أنكم كتواكبونا سياسيين ولا في الاحتفالات وبما أن اليوم يعني بهذه المناسبات الشهر الكريم كله كنحتفلوا بعيد العرس وعيد الشباب المجيد وبما انك تعرفونا حنا بقى هاد جوج الجماعات يعني بقى الاكثريه ديال المناطق ديالهم بقى قرويه وبما اننا من هذا المنبر ومن هذا المدرسه بما تسمى ولاد عقبه هاد الجماعه اسمها مرس الخير كانت بما تسمى مرس الفران وانا الاصول ديالي من هنا والوالد ديالي الله يرحمه كانت هذه الدائره ديالو انتخابيه من هنا حتى لعينتي الان حنا ما كنديروش حدود كحدود حدود لا حدود انتخابيه او لا حدود اداريه حنا باقي داك التواصل ديال الساكنه ما بين الجماعات بما اننا غنهضروا على الخيل هنا كتعرف هنا اقدم ناس الخيل هما فهاد العقب ولاد عقبه بما كيتسموا اللي كانوا المقدمين القدام بما كيتسموا ولاد الزاهيه كان المقدم تامي الله يرحمه وكان اكبر باردي معروف على الصعيد الوطني اسمه التهامي الزاهي الله يرحمهم كاملين وبما اننا كننتمي للمنطقه انا كنت اصغر واحد كنت تركب معاهم بما انهم من القبيله ديالي فلذا مع السكان اللي تزادوا وداك الشيء والدائره بما انها كبيره ولو تفرقوا على ثلاثه سرب انا بما انني كنسكن في عيناتيك درنا سربه من تما وبقات السربه ديال هنا بقينا من يعني السربه كانت عندنا من الخمسينات ماشي من هذا يعني قبل مني انا وكل شيء وجيت انا عاد كبرت كاين واحد العدد المقدمين الله يرحمهم غادي نعطيكم واحد الكلمه كتقال اللي عندي الان وكيقولوا هما الخيل القليل اللي كيعرفها كيقولوا ركب اخويا ركب هذيك ركب اخويا ركب كانت تقال للناس اللي كانوا بارديه وكان خرجها التيمي الله يرحمه لان اللي كان تركب على في جانب ديالو التهامي والتهامي كان من اكبر البارديه وملي توفى كان تيتم زي وتيقول له ركب اخويا ركب معنى يعني كيتاسف الموت ديالو في الوقت بحال الحرب يعني ملي كتكون راكبه العود وكدير كتسمى كتبين القبيله ديالك كحرب يعني خصك دير واحد العدد المسائل واحد هذا فلذا خطوا عدد الناس اللي ما كيعرفش شنو المعنى ديالها ارقب اخويا ارقب كيخصها التوابيت ديالها فانا كنتوجد هنا ماشي كصفتي كرئيس انا كرئيس شكل في عيناتي وانما انا كنساهم كمقدم ديال الخيل عندي السربه ديالي كيركبوا ولادي كيركبوا ولد الحفيد ديالي اللي جاب الميداليه الفضيه على الصعيد الوطني كانت اول مشاركه ديالو اول ركبه ديالو بما ان هذا يعني في الركبه ديالو
كيشبهني في عدد المسائل. نعم يعني السيد الرئيس نعم. باعتباركم من الاعيان ديال المنطقه ومارستي ولعبتي عقود من الزمن نعم. الفروسيه التقليديه نعم. كيفاش تيبان لك المستوى؟ واش هذا الجيل الجديد اللي ولا تيحصل الالقاب حافظ على هذا الموروث الثقافي؟ الموروث الثقافي كنا كنقولوا ما غادي نلقاوش اللي يركب. الان الحمد لله هاد الشباب كله بدا كيركب، وهاد الشباب تنقاو له كيديروا حوايج مزيانين، وهاد المساهمات ولا يعني داكشي كيفرح. كاين غير كاين حوايج اللي شويه غاديين وكيمشيو. علاش كيمشيو؟ كانت ماشي في الضربه، كانت المساله باش يقولوا باردي مانيت باردي. هذا ماشي هو ضرب البارون، هو كيفيه الشروط. هاد الشروط ديال ركوب الخيل والشروط كانوا تيقولوا كاين الهزه والخرطه والقرنه، راه عندهم صيغه عندهم طقوس ديالهم. كان تركب الركاب ما تيقولوش كيفاش ضرب، تيقولوا فلان باردي. علاش؟ كيكمل جميع الشروط ديال التبوريده. الان تيقولوا غضربه تولوا تيخرجوا هالماصه هذه، ما كانش لا توجد هذه. هنا كانت الناس كتبقى تفرج في البارديه في الكيفيه كيفاش كيتبورد، الكيفيه كيفاش جاي فوق العود، الكيفيه كيفاش جاي. هادشي من القديم كان كيتباهاو بالركاب. كانوا الركاب كان اللي كاين شي ركبه كتسمعوا يعني من بلاد لبلاد فلان باردي، ما كيقولوش ضربه، لا فلان باردي يعني كيتقن الركبه ديال العود. فهمتي؟ هذا هو كانت. لماذا دابا التبورده علاش دارت؟ هاد التبورده دارت في ايامات الحروب، كانوا كيسافروا كلشي بالخيل، وملي كيمشيو من منطقه لمنطقه او من دوله لدوله كانت الحدود، كانوا تيدو يحطوا واحد الحطه وتيجلسوا. الاولى كانت تبورده بالنبل، كيتموا جايين تيتدربوا كيحطوا شي حاجه وكيتموا جايين في العود وكيشوفوا شكون اللي كيضرب مزيان. شويه ولات بالاسهم بديك الفلاش، فهمتيني؟ من بعد ملي دارت بالبارود. علاش كيديروا هذوك المسائل ديال التبورده؟ تما كيعزلوا باش تكون مقدم هو الشيف دو كوب. يعني حتى من نهار اللي غادي تمشي للميدان ديال الحرب كتكون واش قادر. علاش تيقول المقدم تيحكم فيهم؟ كيخصك تكون رئيس فعلي، لان تقدر تحكم في مال الخيل، تحكم كيفاش. اذا بانك تولي رجل سلطه فوق الصربه ديالك. هنا كيعطوك المقدم، وكانت البلايص كيجي الاول الخليفه الاول على اليمن، وكتبقى غادي وتسلسل، وخا يكون مات تبقى ديك العائله شاده ديك البلاصه. وهذا هو العزل ديال الركابه وديال وكتب بعدا ما تركب ولا ما تقدم. كتجي عندك القبيله، ما كتقدمش بوحدك، كتجي عندك القبيله ديالك كتجمع عندك وكتقول بانك انت هو الباردي هنا وكتذبح لهم وتيقدموك. نعم نعم السيد الرئيس. نعم. اشنا هي النصيحه اللي تبغيت تعطي للاحفاد ديالك اللي حصلوا دابا القاب وطنيه؟ الا تفرجتوا مزيان، وكنقول انا من هذا المنبر لا من الحفيد ديالي ولا من ولدي. نعم. ولدي ديك المره دا احسن واحد في الخياطيه. نعم. معنات الخياطيه هو تيهز المكحله وكيخرط وكيقرن، ماشي غتيهز ويجيبها. نعم. هذا ولدي كيدير نفس الشكل، حتى هو كيدير خياطيه، تيتبوردو يعني وتيحافظوا على المولوتين. ما كتفاده خصك تحافظ على المولوت، على الشكليات ديالو بجميع القوانين ديالو. هذا هو اللي بغيتي تخلي واحد العزه، خصك تشدها بجميع المسائل ديالها، ماشي غير تجي اضرب الضربه. راه ماشي الضربه هي المهمه، كيخصو تكون هذا المورد ديالنا دابا اللي كنشوفوا. راه اسمع، المغرب كيمتاز بواحد الشكل راه ما كايناش في بلاد. الان انتم كتفرجوا شحال كاين ديال الخيول، شوف شحال ديال الخزاي، هذا راه كل واحد كيصرف على راسو، والحمد لله كتشوف شحال ديال الجمهور اللي جاي باحتفالات ديال صاحب الجلاله. الله ينصرو والله يدوم علينا ايام، لان انت شوف كيفاش كنعيشوا. السلطه هي حاميانا، موفره جميع المسائل الضروريه من الامن، من جميع المسائل اللي كيحتاجوهم مي الخيل. وشوف هذا الهدوء، الحمد لله كل شيء جالس، كل شيء. في العشيه غادي تشوف واحد العدد كيجوا الناس. حنا دابا انا اللي حاط هنا هاد الناس اللي كيدخلوا كيتفرجوا، ماشي ديالي يعني. اي واحد كيجي
كيشوف المنطقة بغى يتفرج كن كن كنشوف كنفرشو كنديرو باش الناس تفرج. نعم نعم صناعة الفرجة. بلا صناعة الفرجة ماشي غير صناعة الفرجة وكنتهلاو في الناس باش هاد عيد العرس واحد الاحتفال وهادشي راه من جيوبنا ماشي من شي جماعات ولا كل واحد ما كاينش المال العام هنا كيدور فهمتيني إلا الجماعة هذا حقها كدير المهرجان إما حنا هادشي اللي حاط كله لا موال الخير ولا كل كلشي ماشي أنا أنا راه يعني علاش أنا منهم أنا راه عندي الصربة وأقدم صربة وأقدم مقدم يعني الخزين دياولي وهادشي كان من قديم من السبعينات فهمتيني وتستعدوا جماعة عين عتيق لتنظيم مهرجانية لا هذا من هذا المبر كان استعد إن شاء الله جماعة عين قديق ومرحبا بكم ونجيو باش تبغيو تغطوا ذاك المهرجان ديالنا إن شاء الله هذا جميع الجماعات كيديروا باحتفال بعيد العرس وعيد الشباب غادي نكون إن شاء الله غيبدا من نهار 24 ومرحبا بكم ومن هذا المنبر كنطلب منكم تبقاو كتواكبونا دابا نتوما هذا مساء الجهة ولفتونا ولفناكم لماذا كتواكبونا في جميع المراحل ديالنا داخل الجلسه الكيفيه ملي كتكونوا معارضه مشادين ملي كنكونوا سالمين ملي كتشوفوا جميع المسائل يعني بديتوا كتعيشوا معنا في جميع المراحل بما ان فرحانين بعض المرات مقلقين كتعيشوا معنا لان هنا هي دي الصحافه هي اللي خصها يعني تهدر بالواقع ما يوجد انا كان عندي معارضه تقولوا المعارضه شنو كتقولها تقول انا الى غلط تقولوا الغلط ديال علاش باش يبقى واحد الانسجام لان ما تنبغوش الله يدير شي وحدين كيتدخلوا بشي تدخلات وبالكذوبات والتعلاق داكشي راه ما كيدومش لان المواطن كيجمع لكم انتم اكثر منا حنا اذا الصحافه خصها تكون نزيهه الصحافه ما خصها اي واحد سيرتو بحال دابا حنا كتكون عندنا مسؤوليه ملي كتكون عندنا مسؤوليه يمكن كنغلطوا بعض الاغلاط ولكن الصحافه الا كانت تتبعنا ماشي تقول غير الحوايج الخايبين تقول حتى الانجازات اللي هي معقوله الا غلطنا حتى غلطنا في شي حاجه حنا حنا بشر كنغلطوا حنا ماشي جينا من قم حنا بحالنا بحالنا انما الا غلطنا يفسونا الغلط راه درنا باش نرجعوا ولكن الا درنا شي انجازات ولا كانت الكيفيه ديال التسيير الكيفيه ديال التنظيم المواصله مع الشعب المواصله مع المواطنين كل شيء حتى هي الناس يقولوها فهمتيني حنا ماشي من ذوك الرؤساء اللي كنهربوا ولا كنتخزنوا انتم كتشوفوا انا مفرش خزين تي جالس اي انسان عنده شي مشكل واخا يجي عندي هنا تنفكوا لا قدرت عليه ما قدرتوش عليه راه صافي لا بد من التواصل وهذه من الضروريات يعني من الالزاميات الواحد اذا كان منتخب لابد خصو يكون التواصل لان حنا كنمثلوا الساكنه هاد الساكنه خصنا نبقاو نتواصلوا معها ما كنتواصلوا معها اذا انفصلنا ما بقيناش كنديروا الدور ديالنا الدور ديالنا هو التفاهم مع الناس والمواصلة ونتصنتوا لهم وتصنتوا لنا باش حتى كنا غنديروا شي حاجة يكونوا عارفين ونتصنتوا لهم الطلبات ديالهم حنا ما يمكنش نعرف كل شيء الخصاص وإن المواصلة مع الجمعيات ومع الناس غنعرف الخصاص اللي توقع بسم الله الرحمن الرحيم اسم ديالي شاج الدين صابر العلوي حفيد ديال المقدم العربي بوهنين العربي بوهنين الحائز على الميدالية الفضية في دار السلام كانت الحمد لله الظروف مزيانه في ملي بدينا الاقصائيات غير الدراري ملي وصلنا عاوتاني ملي وصلنا للفينال ديال المشاركه ديالنا بداو كيدوخوا شويه حيت كانت شويه ديال الخلعه حيت اول مره غندخلوا لهذاك الميدان اول مره غندهت انايا انا كان عندي شي اخطاء مع الدراري بوزني قدر داك الشيء زوين ضربنا ضربه واحده حيت ما كانتش عندنا المنافسه دزنا حنا الاولين وسمكناس عاوتاني دزنا حنا الاولين واخا ما كانتش واحد زعما كنا ما كناش واثقين في راسنا واحد كاع ما كنا واثقين في راسنا بزاف حيت كنت اول مره غنشارك كنت تخلع في الاول من تقدامي تنعرف كيفاش نتقدم حيت شايف جدي وخالي كاملين مقدمين ومن قبل مني كان كيكون مره خالي حكيم يعني كاع العائله ديالنا راه دازوا فيها المقدميه والركاب داكشي من اكتسبت انا هذه الموهبه ديال الركوب الهوايه والمشاركه ديالي في دار السلام جات غير بالصدفه ما كانتش شي حاجه اللي معولين عليها جاتها بالصدفه كنت واحد النهار جالس وقال لي جدي ندخل وجمع الدراري صافي وتقيدنا
في الاول ديال المشاركه ديالنا ما تليناش حنايا مزيان، ما دوزناش التدريب بزاف، تلينينا غير نهار واحد حيت كانت بوزنيقه، ما كانش عندنا شي منافس اللي غنتنافسوا معاه، يعني ما تليناش مزيان. ولكن ملي مشينا للمكناس كانت كنا كنتابعوا لونطريمون، من دوزنا واحد لونطريمون في لابينال الموسم اللي غيجي ان شاء الله في عيد العرش، غيديروا الجد ديالي السيد العرب بوهني، درنا تما التدريب ديالنا صافي، مشينا للمكناس يسر لينا البارود وضربنا ضريبات زوينين. هي باش دزنا حنا الاولين، مشينا لدار السلام، مشينا لدار السلام كانت شويه المنافسه شويه قاصحه، كانوا الدراري اللي معايا شويه كانوا الدراري اللي معايا معاونيني بزاف، كانوا تيسمعوا مزيانين كيلعبوا، راه النص فيهم كاين في هذا الموسم. وفي دار السلام اللي مشينا تما ترينينا نهار تما، وترينينا ايام قبل منها في الدار عند بالبارود، جاب لينا الجد ديالي البارود وترينينا به. ملي مشينا لدار السلام في الايام الاولين كنا محتلين المرتبه الاولى نهار الخميس اللي طحنا المرتبه الثالثه كان طلع ابو الهون وتشواط، طلع ابو الهون هو الاول وتشواط تبعنا حنا، كانت عندنا واحد الضربه خاسره. دزنا نهار السبت صافي، ما كانش عندنا داكشي زوين، تكلاسينا حنا الثانيين، ونهار الحد يسر لينا البارود وتكلاسينا حنا الثانيين، داك الجهد ديالنا حنا راه درناه وداكشي اللي علينا درناه، وكيبقى البارود تيسير ديال الله ان شاء الله نقدر ندخل العام الجاي. ولكن انا الاميه ديالي ندخل مع الخال ديالي، بغي ندخل صربت مقدم محمد بوهن، بغي ندخل معاه في العام ديال الاقصائيات، حيتاش تبارك الله مقدم كبير بزاف، يعني تعلمت من عنده كل شيء، ما كاينش شي حاجه اللي تعلمتها راسي، كل شيء تعلمته من عنده هو. اذا حصلت توافق